اسمها اي بي سي. سؤال يا شوف يا ايوه اسال بس عشان ممكن احيانا تبقى الشهاده فيك يعني مش حقيقيه. ازاي نتعامل مع المشكله دي؟ الشهاده اللي هي ايه بتبقى ممنوحه للراجل صارف واحدة تقيل. يعني لو جالي شركة واحد وجالي شهادة مضروبة بالعربي كده وقت وقدمها لي. طيب هو اول حاجة طبعا انا مش هبص على الشهادة. انا هجيبه وديه للراجل المسؤول الامن الصناعي والمسؤول عن الفورك ليفت. اقول لهم والله الراجل ده جاي ومعاه شهادة تثبت. لان ممكن فعلا الشهادة تكون يعني مش قد كده او جاي من جهة غير رسمية. فطبعا لازم اول حاجة هنختبر الراجل ده بنفسنا وهندخله في عند الامن الصناعي وهنديله كلارك واللصوص ونبتدي. هو جاي من جهه غير رسميه هكمل الاجراءات؟ لا مش لا انا دلوقتي ما اعرفش الجهه هو جاي بشهاده مضروبه. انا ما اعرفش الاسكاله الرسميه. لا من جهه رسميه. هي جايه من جهه رسميه؟ ولكن انا ما اعرفش هل الجهه فعلا اعطته الكلام دوت ولا هو ضربها باسم الجهه. في ممكن حد ثاني يجاوب؟ لا هو في الحالات هو سمح هو لا هو في الحالات دي هنرجع للجهه المنحه للشهاده وهنتاكد ان هو الاول اللي هو يشكنا في الشهاده دي. طبعا احنا هنعمل له اختبارات برضه عادي خالص وهنشوف هل هو فعلا مؤهل ولا مش مؤهل للموضوع ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه لو احنا شكينا فيها وكان في شك في الموضوع ده هنرجع بقى للجهه المنحه ونبتدي نسالها ناخد الرجوعات ننزل مندوب بالشهاده ونشوف هل الشهاده ديت معتمده وسليمه ولا لا. واخد حضرتك؟ طبعا بعد كده وقت لازم الناس بتاعته تبقى ابروف ان الراجل ده حتى لو معاه شهاده لازم الناس دي ابروف ان الراجل ده يصلح انه يشتغل معانا في المصنع. السؤال اللي بيساله باشمهندس احمد ان هو عارف هل